رزان، بغض النظر ليش كنتي جوا وشو كنتي عم تساوي؟ والله ما كنا عم نساوي شي، كنا قاعدين عم نحكي. كنتوا عم تحكوا عن موضوع عبير، ولا على المصحة اللي دخل عليها، ولا عم تقترحي له اسم دكتور، اي شي. المهم غير هذا الكلام ما لازم ينحكى لا هلا ولا بعدين. طيب وابوها شو بدي ساوي فيه؟ هلا عارف وين مكانه، يعني بجوز بكره يروح لعندها ويخبرها عن كل شي صاير، وساعتها بجوز تفكر انه انا كل شي ساويته معه هو مشان بعد عن ادم. وانا والله مو هذا قصدي، انا عن جد حبيت المخلوقه من كل قلبي وزعلت عليها وحبيت اني ساعدها. هلا اذا سمعت كلام ابوها بدها تتدمر اكثر ما هي متدمره. طيب انا عندي طريقه، هي الطريقه بتخليه يسكت، ما يسترجي يفتح تمه بكلمه ولا لاي حدا حتى لبنته. شو الكلام اللي بدي خبرك يا عن هذا البني آدم؟ ما حدا بيعرفه، ولا بنته حتى، ولا آدم، بس أنا وأمجد. هلا أنا ما كنت ناوي أحكي بالموضوع نهائيا، لولا أني أنا حسيت أنك بحاجة لطريقة تخلي هالختيار الجن يسكت.